رجعت لكم بعد الفاصل. طاجن الرز بالبشاميل والفراخ ريحته تحفة، ريحة الفلفل مع الفراخ مع التوابل مع البشاميل مش قادرة اوصف لكم جميلة ازاي. شفتوا حلو قوي ان احنا بخلطة واحدة نعمل وجبتين. النهاردة انا عملت الرز بالبشاميل محشي بالفراخ وهحشي معاه رقاق. نجيب الرقاق الطري طبعا لازم تبقوا لفينه بسيطة، وهنعمله في الطاسة. يعني مش كفاية علينا فتحنا الفرن للبشاميل عشان نقف وقت واحد، اثناء ما دوت في الفرن احنا بنعمل الرقاق. بص انا بجيب الرقاقه وهنا مسيحه زبده على زيت، وهفردها كده بالزبده. سيحوها عشان لو هي مش سايحه بتشرب مننا كتير، يعني ما بنقدرش نتحكم فيها قوي زي لما بتكون سايحه. بص هدهنها كده وهعمل ايه؟ هاخد من الفراخ اللي احنا عملناها وهحط كده اللي احنا نفس الحشوة. يعني بص هيبقى عندنا نفس الطعم موجود في حاجتين. بص بقى هنعملها ازاي. هجيبها الاول، اجيبها شوية كده ونعملها بالطول اللي احنا عايزينه، ونطبقها برضو بالتطبيقة اللي احنا عايزينها. عايزين نطبقها زي الظرف، نطبقها عايزين نطبقها كده. يعني انا كنت ناويه اطبقها زي الظرف، وبعدين ايه فجاه خطر في بالي لا طب ما انا اطبقها كده. هدهن برضو هنا واحاول اخليها ملهاش طروف خارجه قوي علشان ايه تاخد تحمير واحد. ممكن اقطع الحته الزياده دي عشان ما تضايقنيش بس في التحمير. بس هدهن الوش هنا كده بسيط. وهشوف انا بسخن طاسه جريل لاي حاجه عندكم، وبنحط عليها برضو معلقه من السمنه السايحه ديت. بحاول اني انا بالفرشه افردها فيها في كل مكان. بتبقى سخنه، عايزه سخونتها تبقى معقوله ما تحرق ريشه الرقاقه اول ما احطها. انا طبعا عشان الوقت مجهزه كنت رقاقتين عاملاهم. وهعمل ايه بقى؟ همسح ايدي واقول لكم هعمل ايه تاني. بصوا بقى لازم نفرح ولادنا وحبايبنا اللي ايه اللي بيصوموا. مش قادرين نقف نعمل حاجه حلوه وتاخد وقت لوحده، مش انا عندي بقيه الرقاق؟ هاخد بقيه الرقاق وهجيبه قدامي كده، احاول بس اغطيه، وبرده هحطها قدامي كده اهو، وهروح دهناها. بالزبدة اللي مع زيت، يعني ادهنها زبدة سايحة مع زيت. وعندي ايه؟ عندنا بقى زبيب، وعندنا سكر، عندنا سكر بس حتى لو مفيش زبيب. هروح عاملة ايه؟ دي الطاسة اللي انا مجهزاها لده بس سخنت، فهشيلها من على النار تهدى حبة. هاخد بقى سكر وارشه كده جواها. كأني بعمل فطيرة كده حلوة خفيفة كده وسهلة ولذيذة بالسكر. هفرد السكر كده ومش هنسى أبص على النار. علشان ايه؟ احنا عايزين يحمر مننا بس ما يتلسعش، يعني عايزين يبقى لونه حلو. لا دي لسه خليها، ولا خليها ونرجع نقلبها تاني مش مشكلة. هطبق بقى، بس احط الاول زبيب، شوية زبيب في النص كده. الزبيب جميل على فكرة، الزبيب مفيد جدا، كل الفواكه المجففة مفيدة. عايزين مرة نبقى نجفف الزبيب ايه مع بعض لما العنب يكتر، ونفوق بقى من رمضان ومن الصيام نبقى نجففه مع بعض. هنيها كده، اعملها ظرف. بصوا يعني حلويات، نوع من الحلويات سهل وبسيط جدا. هدهن هنا
وهدهن الطاسة. وهحطها واجيب التاني. بصوا القصة سهلة ازاي وبسيطة، حاجة سهلة قوي. يعني احنا لو واقفين ومعانا حد من ولادنا ممكن يقف يعملها معانا. ممكن بقى نقطعه باي شكل يرضي اطفالنا، يعني اعملها مثلث ونبدا نزوقها بعينين وبق وودان زي ما تتخيلوا انتوا وولادكم. والله الحاجات الزينه دي بتسعد الصغيرين وبتسعد الكبار. فين انا حطيت السكر؟ بصوا دايما نتوه كده واحنا واقفين في المطبخ، حطينا الحاجه فين؟ اهي قدامنا اهو السكر، وبرده مسهاش عن اللي على النار. بص بصه كده اتلسوعت شويه، مش مشكله، في ناس بتحب الحاجه اللي بتبقى محموشه. في ناس بتحب المحموش قوي. يعني نوطي هنا عشان ايه ما تتلسعش مني، وهجيب المعلقه وهفرد وهحط زبيب. والحاجات بقى دي الفطاير دي نقدمها مع فاكهه، اي فاكهه مززه. يعني عندكم كيوي، عندكم فراوله، عندكم برتقان، الفواكه المززه. هي كده عليها عشان ايه؟ نرضي كل الاذواق، الناس اللي بتحب الملسوع تلاقي، والناس اللي ما بتحبش الملسوع برضو تلاقي. نحطها هنا ونوطي عليها قوي ونشوف دي انا موطيه عليها، وهدهن هنا اهو. بس مش هينفع تتحط جنبها، لما نشوف نحطها، ولما تتحط نبقى ندهن فوق لو احتاج. واقفه بص على دي كده، اللي بتبقى حادقه بتحب سنه نديها يعني لون كده بالمنظر ده. يعني نحاول ايه، يعني واحده احمرت مننا قوي من الباقي لا، يعني تبقى حاجه كده وحاجه كده. نشيل هنا نسيبه بقى لما يهدى، هنسيبه لما يهدى خالص. هجيب دي على جنب واعمل واحده غيرها، اجيب طبق تاني واعمل واحده غيرها برده بالسكر عشان حبايبنا اللي بيحبوا ايه المسكر. بصوا بقى الجلاش اللي حشيته بحشوه الفراخ، افكركم انا كنت عاملاها ازاي. انا شوحت الفراخ مع المستكه والحبهان واللورا والتوابل الجميله اللي بنحبها، وحطيت الفراخ، وبعد كده هو حطيت البصله. البصله ما خليتهاش تغمق، يا دوبك شفت. ونزلت بقى بقيه الحاجات، الفلفل الحامي والملون، الطماطم المتقطعه، وقلبت قلبت قلبت، وحطيت التوابل وسبتها يا دوب كده هوت هديت شويه، ورحت شايله. هحط هنا برضو السكر، كل مره ادور على السكر، مشكله السكر ده بصراحه. وانتوا بتشتغلوا بقى عينكم على اللي على النار. واحط زبيب. لو كنا عايزين مثلا نحط جبنه شيدر على الحشوه كان ممكن نحط برضو بتاعت الفراخ دي، بتبقى حلوه قوي بالجبنه الشيدر. بس انا اكتفيت بالجبنه الشيدر اللي هي انا حطها مع المكرونه. بس انا مش عايزه دي يعني تتلسع بسرعه، عايزاها تاخد وقت على ما تحمر عشان تقرمش، علشان ديت مسكره عايزاها يبقى فيها سنه قرمشه. بس وهدهن دي كده، هنقلها احطها جنب اختها لحد لما ايه هخلي جنبي هنا هو الدول عشان احتمال احتاجهم. بص بتاخد وقت ازاي عشان موطيه عليها، بتاخد وقت على ما تتحمر علشان تقرمش، انا عايزاها تقرمش. اجيب بقى هنا ده هدي شويه هقدر اشققه، ممكن يعني ما شققهوش نصين كده لا، اعمله اعمله
عندي هنا عشان يبقى اريح لي، وهجيب بقى طبق واشيل دي واحط واحده غيرها. واحطها قدامي هنا كده لحد لما نعمل صحبتها. هي هنا في سمنه فهحطها على طول وادهن الوش ده بس بحبه سمنه ونوطي خالص عليها. بصوا انا هقطع هنا دي شرايح تبقى زي المثلثات. سيبوا الرقاق يهدى هيتقطع معاكم براحتك. بصوا المثلثات طلع شكلها حلو ازاي والحشوة باينة فيها. حتة حشوة وقعت نحطها. شايفين قد ايه الصورة النهاردة اللي احنا رسمناها في ألبوم ذكرياتنا سهلة وخفيفة؟ عملنا من حاجة واحدة أكلتين. بصوا بقى لصينية الرز بالبشاميل ما شاء الله طالعه اكتر من رائعه وريحتها والله جميله جدا. انا بقى هكمل ترسيس اطباقي وازوقها بالفاكهه والقط لها صوره. لو عجبتكم وصفاتي القطوا صوره وحطوها في البوم ذكرياتكم زي ما انا هلقط صوره واحطها.